أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نستكمل إن شاء الله في محاضرات محاسبة التكاليف. اتكلمنا في مداخل تحديد التكاليف، ذكرنا المدخل الأول مدخل التكاليف الكلية، وتكلمنا في المدخل الثاني مدخل التكاليف المباشرة، وصلنا لعند المدخل الثالث اللي هو مدخل التكاليف المتغيرة. طبعاً مدخل التكاليف الكلية بنذكر فيه كان عندي اللي هي بتبدأ قائمة الدخل بالإيرادات، اللي هي العنصر الأساسي فيها المبيعات، واللي بنحسبها من خلال عدد الوحدات المباعة ضرب سعر بيع الوحدة، فيعطيني إجمالي المبيعات اللي هي بتمثل إجمالي إيرادات التشغيل. هنطرح من إيرادات التشغيل، من الإيرادات بنطرح منها اللي هو التكاليف الصناعية والتكاليف التسويقية. التكاليف الصناعية قلنا بتتكون من 3 مكونات رئيسية، اللي هي المواد الصناعية، الأجور الصناعية، المصاريف الصناعية الأخرى. والتكاليف التسويقية بتتكون من 3 شغلات أيضا، اللي هي مواد تسويقية، وأجور التسويق الخاصة بعمال البيع والتوزيع، والمصاريف التسويقية الأخرى. مجموع التكاليف الصناعية والتكاليف الكلية والتكاليف التسويقية بنجمع مع بعض، فبديني مجموع تكاليف المبيعات. مجموع تكاليف المبيعات، وإحنا قلنا إنه في التكلفة الكلية ما بنفصلش التكاليف، بنخليها زي ما هي كرقم إجمالي كلي، بنفصلش تكاليف مباشرة لحال أو متغيرة لحال، لا، بنخلي التكلفة بما تحويه من تكاليف مباشرة وغير مباشرة متغيرة وثابتة، لأنه إحنا بنتكلم على مدخل التكاليف الكلية. بنطرح الآن المجموع التكاليف اللي طلعناه، هنطرحه من البند الأول اللي هو مجموع الإيرادات، فحيكون عندي الإيرادات ناقص التكاليف، فحيديني اللي هو مجمل الربح. مجمل الربح بنخصم منه التكاليف الإدارية والتكاليف التمويلية، بيعطيني صافي الربح أو صافي الدخل. هذا كان مدخل التكاليف الكلية اللي احنا شفناها مع بعض في اللقاء الماضي، وشفنا كمان مدخل التكاليف المباشرة، وقلنا قائمة الدخل حتتكون الجزء الأول نفسه اللي هو الإيرادات، اللي هو عدد الوحدات المباعة ضرب سعر بيع الوحدة، بالدين إجمالي المبيعات أو إجمالي الإيرادات. حنطرح منها التكاليف الصناعية والتكاليف التسويقية، بس الآن مش حنطرح التكاليف الصناعية الكلية، حنطرح التكاليف الصناعية المباشرة. وبالتالي هذا الإجراء بيتطلب مني إنه أنا حأقوم كخطوة أولى بفصل التكاليف الصناعية اللي بتتكون من مواد وأجور ومصاريف، حنفصل كل عنصر فيهن أو كل بند فيهن لجزء مباشر وجزء غير مباشر. وبالتالي في الآن هحط التكاليف الصناعية المباشرة، وبالتالي هتتكون التكاليف الصناعية المباشرة من مواد مباشرة وأجور مباشرة ومصاريف متنوعة مباشرة، وحجمع معن التكاليف التسويقية اللي حتتكون برضو من الجزء المباشر، واللي حتشمل مواد تسويقية مباشرة وأجور تسويقية مباشرة وتكاليف أخرى مباشرة. حنجمع التكاليف الصناعية المباشرة مع التكاليف التسويقية المباشرة، حبديني مجموع التكاليف اللي هي المباشرة. حنطرحها من مجموع الإيرادات، حيديني إجمالي الدخل. هنا حنطرح منه شغلتين، حنطرح منه التكاليف الإدارية والتمويلية مثل ما طرحناها في المدخل الكلي، وحنطرح شغل جديد اللي هو الجزء الغير مباشر من التكاليف الصناعية والتكاليف التسويقية. في المرحلة الأولى احنا طرحنا التكاليف المباشرة، طب التكاليف الغير مباشرة الآن حنطرحها بعد ما وصلنا لمجمل الربح. حنطرح من مجمل الربح اللي هو التكاليف الصناعية غير المباشرة، وحنوصل للنتيجة اللي بدي إياها اللي هي صافي الدخل. يبقى أنا فعليا حأطرح كل التكاليف الكلية، لكن حطرحها على مرحلتين. المرحلة الأولى
حنطرح الجزء المباشر منها، والمرحلة الثانية حنطرح الجزء غير المباشر، وأخذنا مثال عليها وشوفنا كيف الأمور بتتم ببساطة. اليوم حنتكلم على المدخل الثالث، مدخل التكاليف المتغيرة. هذا المدخل مشابه بدرجة كبيرة جدا جدا للمدخل الثاني اللي هو مدخل التكاليف المباشرة، بس هناك كنا بنقسم التكاليف وبنفصلها لجزء مباشر وجزء غير مباشر، وكنا بنخصم الجزء المباشر في المرحلة الأولى وبنخصم الجزء غير المباشر في المرحلة الأخيرة. في المدخل الحالي، مدخل التكاليف المتغيرة، حنقسم التكاليف إلى جزئين، لكن مش حيكون مباشر وغير مباشر، حنفصلهم لجزء متغير وجزء ثابت. والجزء المتغير حأطرحه حخصمه في المرحلة الأولى ضمن اللي هي بند التكاليف الصناعية المباشرة المتغيرة، والجزء الثاني الثابت حنطرحه في نهاية قائمة الدخل بعد ما نوصل لمجمل الربح، عشان نطرحه من مجمل الربح ويديني صافي الربح أو صافي الدخل. يقبل الكلام اللي كنا بنطبقه على المدخل التكاليف المباشرة حنطبقه الآن على مدخل التكاليف المتغيرة، بس الفرق بينهن انه هناك كنا بنقسم التكاليف لجزء مباشر وجزء غير مباشر، الآن حنقسم التكاليف لجزء متغير وجزء ثابت. طبعا هذا المدخل او هذا الاسلوب او هذه الطريقة اللي مدخل التكاليف المتغيرة هو المدخل اللي بيستخدم في اغراض الادارية داخل المنشأة، ومش هنشتغله للتقارير الخارجية للمستخدمين الخارجيين لأنه هو بهمهم مش وبلزمهم مش ومش مطلوب لهم. هو يتم إعداد قائمة الدخل وفق مدخل التكاليف المتغيرة لأغراض إدارية، لأغراض الإدارة. يبقى هو هنا استخدام هذا المدخل داخلي، وهو أكبر مدخل مستخدم لأغراض الإدارة، لأنه حيساعد الإدارة في عملية التقييم، حيساعد الإدارة في عملية التقييم، لأنه وفق هذا المدخل أنا حقسم التكاليف لتكاليف صناعية وتكاليف تسويقية وتكاليف إدارية. والتكاليف الصناعية حقسمها لجزء متغير وجزء ثابت، والتكاليف التسويقية حنقسمها لجزء متغير وجزء ثابت. يبقى حيكون في عندي في المدخل التكاليف المتغيرة في التقسيم الوظيفي اللي بقسم فيه التكاليف حسب وظيفتها لصناعي وتسويقي وإداري وتمويلي، وفي التقسيم اللي هو السلوكي اللي بقسم فيه التكاليف لتكاليف متغيرة أو تكاليف ثابتة، وبالتالي هو المدخل اللي حيساعد الإدارة في عملية تقييم أداء الوحدات. من خلاله حنقدر نقيم قسم الإنتاج اللي هو المصنع بشكل عن منفصل عن قسم التسويق، بشكل منفصل عن قسم الإدارة، بشكل منفصل عن قسم التمويل، وبالتالي حيكون عندي الأساس المناسب اللي حيرضي اللي هو الأقسام والإدارات المتنوعة في الشركة، لأنه هو بحقق العدالة في عملية التقييم بدرجة أكبر من المداخل الثانية اللي هي المدخل الكلي أو المدخل اللي هو المباشر. في عندي اللي هو طبعا انتقادات، في أي مدخل فيه له انتقاداته، مش معنيين هنا بالانتقادات، نشوف النموذج العام لقائمة الدخل. طبعا زي ما احنا شايفين أول شغلة بيبدأ عندي اللي هو صافي المبيعات، حنطرح منها تكاليف الصناعية المتغيرة. التكاليف الصناعية المتغيرة، مش هتكلم على تكاليف صناعية كلية، هتكلم على تكاليف صناعية متغيرة. يقبل المواد اللي هان حتكون مواد متغيرة، والأجور مواد صناعية متغيرة، الأجور أجور صناعية متغيرة، المصاريف مصاريف صناعية متغيرة. هذول مجموعة من الثلاثة بيعطيني مجموعة التكاليف الصناعية المتغيرة، حنضيف عليهم زي ما اتفقنا وزي ما طبقنا في المدخل السابق، حنضيف عليهم تكاليف صناعية للوحدات غير تامة الصنع في واحد واحد، يعني أول مدة الرصيد الوحدات غير تامة أول المدة حنجمعه، وحنطرح تكاليف صناعية للوحدات غير تامة في تاريخ 31/12، بداية السنة يجمع في الوحدات غير تامة،
ونهاية السنة يطرح للوحدات غير التامة، ونفس الإجراء حنطبقه بالنسبة للوحدات التامة، اللي رصيد واحد واحد في الوحدات التامة يجمع، ورصيد واحد واحد لل 31/12 للوحدات التامة يطرح. يبقى حنجمع وحدات أول السنة في التكاليف في الوحدة في الرصيد الغير تام والرصيد التام، ونطرح وحدات آخر السنة الصناعية سواء غير تامة أو تامة أو تامة. طبعا هذا حيديني مجموع من المبار، حيديني التكاليف الصناعية للبضاعة المباعة. حنضيف عليهم التكاليف التسويقية المتغيرة، حنضيف عليهم مجموع التكاليف التسويقية المتغيرة. طبعا التكاليف التسويقية المتغيرة حتكون عبارة عن مواد، اللي هي مواد صناعية، مواد تسويقية متغيرة، وجول تسويقية متغيرة، ومصاريف تسويقية متغيرة. مجموع المصاريف الصناعية، التكاليف الصناعية والتكاليف التسويقية حنجمعهم مع بعض، حيدوني مجموع تكاليف المبيعات، حيدوني مجموع تكاليف المبيعات. طبعا هان حيشمل اللي هو حيتكلم على الجزء المتغير، الجزء المتغير. حنتكلم الآن اللي هو حنطرح الإيرادات ناقص مجموع التكاليف المبيعات المتغيرة، حيديني اللي هي حاجة بنسميها هامش مساهمة، اللي هو في النظرية الكلية كنا نسميه مجمل الربح، لكن هان حنغير اسمه عشان تتميز عن طريقة المدخل الكلي، فبنسميه هامش مساهمة. هامش المساهمة حنطرح منه الأعباء الأخرى اللي هي بتشمل التكاليف الإدارية، وبتشمل التكاليف التمويلية، وبتشمل التكاليف الصناعية الثابتة، الجزء الثابت اللي ما كنتش أجمعه فوق أو استبعدته من الحسبة فوق، لأنه فوق بس حطيت التكاليف الصناعية المتغيرة، التكاليف الثابتة، المواد الثابتة والأجور الثابتة والمصاريف الثابتة ما طرحتنش في المرحلة الأولى فوق، فحنطرحهن الآن. ونفس الكلام حينطبق على التكاليف التسويقية الثابتة، لأنه فوق بس طرحت اللي هو التكاليف التسويقية المتغيرة، فأنا الآن بكمل اللي هو التكاليف التسويقية الثابتة. طبعا تنطرح من هامش المساهمة مجموع الأعباء هذه اللي هي الإدارية والتمويلية والصناعية الثابتة والتسويقية الثابتة، حيديني صافي الربح أو الخسارة. لو كان عندي إيرادات أخرى غير إيرادات التشغيل، يعني إيجار محلات أو أرباح أسهم أو أرباح ودائع ادخارية في البنوك، طبعا هذه تضاف. وإذا في عندي مصاريف أخرى غير مصاريف التشغيل بيتم طرحها عشان نوصل لصافي الربح أو صافي الخسارة. في عندي هنا مثال 4 على الموضوع، بيقول لي في عندي منشأة الوسام الصناعية، فيها طبعا الداني اللي هي البيانات تاعتها، مواد صناعية 80,000، منها 15% تكاليف ثابتة، يعني حتضل نسبة المتغير 85%. في عندي أجور صناعية 75,000، منها 80% تكاليف متغيرة، يكون حتضل الأجور الثابتة اللي هي 20%. عندي مصاريف صناعية 30,000، منها 10% ثابتة، يعني حيظل 90% منها متغير. وعندي التكاليف التسويقية 72,000، منها 10% ثابت، يقبل الجزء المتغير حيكون 90%. التكاليف الصناعية للوحدات غير تامة المدة، غير التامة أول مدة 10,000، منها 60% متغير، يعني يقبل 10,000 60% يعني 6,000، حيظل 40% يعني 4,000 جزء اللي هو ثابت. التكاليف الصناعية للوحدات غير تامة غير التامة آخر المدة 14,000، منها 50% متغير، يبقى حتضل 50% الثانية ثابت. عدد الوحدات التامة أول مدة 3,000 وحدة، تكلفة الوحدة في العام الماضي 2009 كانت 15 دينار، منها 80% متغير. عدد الوحدات المنتجة خلال العام اللي هو 2010 كانت اللي هي 10,000 وحدة، 10,000 وحدة. عدد الوحدات المباعة خلال العام 2010 كانت 12,000 وحدة، وفي عندي إيراد الهنا 34,000 دينار،
وفي عندي مسموحات ومردودة مبيعات اللي هي 10,000 دينار، بديني اياهن كرقم اجمالي جاهز. التكاليف الايرادية، تكاليف الادارية عندي 17,000 دينار، وفي عندي تكاليف تمويلية 3,000 دينار، في عندي فوائد دائنة 1,000 دينار حصل منها 600 دينار. الآن إيش المطلوب؟ إعداد قائمة الدخل حسب مدخلي التكاليف الكلية والمتغيرة. حنشتغل على المدخلين، المدخل الكلي والمدخل المتغير، عشان نوصل لقائمة الدخل. زي ما احنا شايفين عندي، هاي اللي هي قائمة الدخل اللي بتشمل المدخلين الكلي والمتغير. طبعا هاي المدخل المتغير وهاي المدخل الكلي، هذا المدخل الكلي وهناك المدخل المتغير. طبعا حسب أول بند في قائمة الدخل بيكون المبيعات. المبيعات حسب المدخلين فيش اختلاف بينهن، 340,000 340,000 اللي هو حنطرح منهم اللي هو مردودات المبيعات ومسموحات اللي هي 10,000. حيظل عندي صافي الدخل أو صافي الإيرادات 330,000. الإيرادات مش حتختلف في المداخل، لأن المداخل الاختلاف بيكون فيها في التكاليف وليس في الإيرادات. وزي ما احنا شايفين المدخل الكلي 330,000، والمدخل التكاليف المتغيرة قيمة الإيرادات 330,000. الآن حنجي نطرح أو نتكلم على اللي هو الجزء الثاني اللي هو التكاليف. الجزء الثاني اللي هو التكاليف، حنطرح الآن من المبيعات اللي هو التكاليف الصناعية. حنطرح التكاليف الصناعية. طبعا انت بتكلم على التكاليف الصناعية حسب المدخل الكلي، حتكلم على التكاليف الصناعية الكلية. حسب المدخل المتغير حنقسم التكاليف الكلية لجزئين، جزء متغير وينطرح هنا عندي، والجزء الثابت وحيتم طرحه في نهاية القائمة. حيتم طرحه في نهاية القائمة. نجي للمدخل الكلي، في عندي قديش الأجور؟ 80,000، هاي أجور صناعية كلية. وفي عندي المواد، عفوا، 80,000. في عندي الأجور 75,000، هذه كلي. في عندي المصاريف 30,000 كلي. لكن تاني بدي أجي أشتغل على المدخل المتغير، مش حنطرح 80,000 بالكامل، لأن 80,000 هذه فيها جزء متغير وفيها جزء ثابت. حناخذ هنا بس الجزء المتغير، لأنه أنا بقول لي مدخل ناقص التكاليف الصناعية المتغيرة. بالتالي حنطرح حسب النسبة اللي اداني اياهن، يعني قال لي اللي هو 85% متغير، يبقى حنضرب الرقم الكلي 80,000 حنضربه في نسبة التغيير، فال 85,000 حيطلع عندي 86,000. طب وال 12,000 اللي ظلت، ال 12,000 اللي ظلت حتطرح وين؟ في نهاية القائمة بعدها مش المساهمة، عشان نوصل لصافي الدخل. يبقى ال 80,000 اللي هنا في المدخل كله حتطرح كلها في مرحلة واحدة أو خطوة واحدة، لكن في المدخل الكلي حتنقسم لقسمين، حتنقسم ل 68,000 اللي هو الجزء المتغير، وتنقسم ل 12,000 اللي هو الجزء اللي هو الثابت اللي في نهاية القائمة. حتكون الأجور قديش؟ الأجور عندي 75,000 في الكلي، ال 75,000 في المتغير حتنقسم لجزء متغير يطرح الآن وجزء ثابت يطرح في نهاية القائمة. قديش نصيب اللي هو المتغيرة من 75,000؟ حنضربها في النسبة اللي أعطاني إياها قبل شوي، حتطلع عندي 60,000، وحيظل 15% الجزء الثابت حتطرح في نهاية القائمة. عند المصاريف اللي هي 30,000، نسبتها اللي هو 90% متغير و10% ثابت، فحنطرح من المصاريف في نظرية المدخل المتغير 27,000، و3,000 حتترحل لنهاية أو تتأجل لنهاية القائمة. طبعا الآن حنجمع على المجموع اللي طلع عندي اللي هو مجموع التكاليف الصناعية سواء الكلية أو المتغيرة، حنضيف عليه تكاليف الوحدات غير تامة أول المدة. تكاليف الوحدات غير تامة أول المدة قديش عندي هنا؟ كان اللي هو في المدخل الكلي 10,000،
لكن في المدخل المباشر مش هناخد المتغير، مش هناخد 10,000، هناخد الجزء المتغير من 10,000 اللي هو قال لي نسبته بيكون 60%، فهناخد من 10,000 ضرب 60% هتطلع عندي 6,000. هنجي للوحدات الصناعية غير تامة الصنع في 31/12 في المدخل الكلي، طبعا هنا هتكون اشارتها بالناقص فحطناها بين قوسين 14,000. طبعا اداني النسبة قال لي 50% منها متغير و50% الثاني ثابت، فحناخذ في الجزء المدخل المتغير حناخذ 50% المتغيرة اللي هي 7,000. هنا اللي هو مجموعهن بديني حاجة بنسميها التكلفة الصناعية خلال الفترة. هنضيف عليهن الآن التكاليف الصناعية للوحدات التامة أول المدة، ونطرح التكاليف الوحدات إذا في عندي تكاليف أخرى بنطرحها. يبقى هنضيف عليهن تكاليف صناعية للوحدات التامة الصنع في 1/1 اللي هي قديش عندي هنا مدني إياهن 45,000 في الكلي. في المتغير قديش حتصير الجزء المتغير منها اللي هو 36,000. 36,000 الآن هذا بالدين اللي هو تكلفة الوحدات المتاحة للبيع. حنطرح منها اللي هي تكلفة الوحدات الصناعية التامة آخر المدة في 31/12 اللي هي في المدخل الكلي كانت اللي هو بتساوي 18,500، في آخر السنة في المدخل المتغير كانت بتساوي 15,500. 15,500 يقبل الآن حيديني التكاليف الصناعية للبضاعة المباعة اللي طلعت عندي في المدخل الكلي 207,500، والمدخل المتغير 174,500. حنضيف عليهم التكاليف التسويقية اللي هي 72,000 في الكلي و 64,800 في المتغير، لأن المتغير حنقسم التكاليف التسويقية ل 72,000 حنقسمها لجزء متغير يطرح الآن وجزء ثابت يطرح في نهاية القائمة. حيديني الآن اللي هو جبت مجموعة تكاليف المبيعات هأطرحه من الإيرادات من المبيعات، حيديني مجمل الربح أو هامش المساهم. في المدخل الكلي بنسميه مجمل ربح، لكن في المدخل المتغير بنسميه هامش مساهم. حيطلع عندي في المدخل الكلي اللي هو 550,500، في المدخل المتغير اللي هو 90,700. حنطرح الآن في المدخل الكلي حنطرح بندين اللي هو التكاليف الإدارية والتكاليف التمويلية، 17,000 إدارية و 3,000 تمويلية، يعني مجموعهن 20,000. حنطرحهن من مجمل الربح 50,500، حيظل 31,000، حيظل 30,500. حنضيف عليهن إيراد فوائد 1,000، حيصير 31,500 صافي الربح حسب مدخل التكلفة الكلية. طب نشوف حسب مدخل التكلفة المتغيرة كان اللي هو هامش المساهمة 90,700. حنطرح منهم التكاليف الإدارية 17,000، ونطرح التكاليف التمويلية 3,000، وحنطرح الآن كمان شغلتين ما كناش طرحينهم في المدخل الكلي الآن حينطرحه، لأنه إحنا ما كناش خصمينهم من البداية اللي هو اللي هم عبارة عن التكاليف الصناعية الثابتة اللي هو 30,000 تكاليف صناعية ثابتة و 7,200 تكاليف تسويقية ثابتة. يعني مجموع الأعباء اللي حنطرحها 17,000 الإدارية و 3,000 التمويلية و 30,000 الثابتة صناعية و 7,200 ثابتة تسويقية، مجموعهن 57,000. حنطرحهن الآن 57,000 من هامش المساهمة 90,700، فحيطلع عندي اللي هو صافي الربح التشغيلي 33,500. حنضيف عليه الفوائد الدائنة 1,000، حيظل صافي الربح العام 34,500. اختلف صافي الدخل حسب المدخل الكلي عن صافي الدخل حسب المدخل المتغير. هناك كان في الكل 31,500، في المدخل المتغير 34,500.
طبعا نتيجة اختلاف صافي الدخل بين المدخلين بيعود لأنه في عندي التكاليف المباشرة طبعا اللي هي بتختلف من سنة لسنة من سنة لسنة، لأن التكاليف المباشرة التكاليف الثابتة بتتحمل على اللي هي السنة بالكامل، وبالتالي بتمش عملية ترحيل إلها من سنة لسنة. التكاليف المتغيرة ممكن تترحل من سنة لسنة، لكن التكاليف الثابتة هي تكاليف سنوية بتخص السنة وما بتتمش عملية ترحيل لها، فاحنا بنحمل السنة بكامل التكاليف الثابتة، وبالتالي ما بتتمش ترحيل لها في الوحدات أول مدة وآخر المدة. في عندي المثال 5 على نفس الفكرة، في عندي محلات منشأة موسى الصناعية، في عندي مواد صناعية 50,000 منها 20% ثابتة، يبقى حيكون الجزء المتغير 80%، في أجور صناعية 30,000 منها 90% متغير، يبقى حيكون الثابت 10%، في تكاليف تسويقية 20,000 منها 10% ثابت، يعني حيكون نسبة المتغير 90%. التكاليف الصناعية للوحدات غير التامة أول مدة 10,000 منها 3,000 ثابت، يبقى حيكون الجزء المتغير 7,000 دينار. عدد الوحدات التامة أول مدة 1,000 وحدة، وتكلفة الوحدة خلال العام 2009 كانت 25 دينار منها 18 دينار متغير. عدد الوحدات المنتجة خلال عام 2010 4,000 وحدة، وعدد الوحدات المباعة 5,000 وحدة بسعر 36 دينار. تكاليف إدارية 5,000 دينار، تكاليف تمويلية 1,000 دينار. في عندي إيراد عقارات 3,000 دينار حصل منها 2,500. بعدين نشهد المعلومة الأخيرة اللي حصل منها، أنا بنيني إجمالي إيراد العقار بشكل عام بغض النظر إيش حصل وإيش ما حصلش. المطلوب إعداد قائمة الدخل حسب مدخلي التكاليف الكلية والمتغيرة. نشوف أنا اللي هو الحل، هاي حسب المدخلين، مدخل الكلي ومدخل المتغير. صافي المبيعات 180 180، فيش اختلاف في المداخل بين الإيرادات. الاختلاف طبعا قلنا اللي هو بس بين التكاليف. هنطرح منها التكاليف الصناعية اللي تتكون من مواد وأجور، مواد وأجور اللي اداني اياها يعني، ما ادانيش يعني تكاليف مصاريف اخرى. في الكل 50,000، في الكل 50,000 مواد و30,000 اجور، مجموعهم 80,000. عند المدخل المتغير مش هناخد ال 50,000 بالكامل، هناخد الجزء المتغير من ال 50,000 حسب النسبة اللي اعطاني اياها، فحيطلع عندي الجزء المتغير 40,000. طب ال 10,000 اللي ظلت، لا هي حتطرح في نهاية القائمة، يعني يتم خصمها بس مش الآن، في خطوة جاية. التكاليف الأجور 30,000 هنخصم منها الآن في المدخل المتغير اللي هو الجزء المتغير اللي هو 27,000. طب ال 3,000 هتخصم في آخر مرحلة بعد ما نوصل لهامش المساهمة. هاي مجموعة التكاليف أنا الصناعية 80,000، في المدخل المتغير 67,000. حنضيف عليهن التكاليف الصناعية للوحدات غير تامة الصنع في 1,1. في الكل حنضيف 10,000 بالكامل، بينما في المتغير حسب النسبة اللي اداني اياهن اللي هو حنضيف 7,000، مش حنضيف 3,000. ليش؟ لأن 3,000 اللي هي ثابتة، والثابت هيتم استبعاده في المرحلة الحالية. قديش الآن التكاليف الصناعية خلال الفترة اللي هي حنجمع 80,000 زائد 10,000، 90,000 بالكلي. في المتغير حنجمع 67,000 مع 7,000 حتطلع 74,000. حنضيف عليهن الآن تكاليف صناعية للوحدات تامة الصنع أول المدة، اللي هو عندي في المدخل الكلي 25,000، في المدخل المتغير 18,000. هناخذ الجزء المتغير من الوحدات التامة في أول المدة.
طبعا كيف بنحسبها؟ عدد الوحدات ساعة أول مدة في تكلفة كل وحدة، فأنا بطلع لي اللي هو إيش في المدخل الكلي. إذا بدي أجيب قيمتها في الجزء المتغير حنحضره في نسبة التغير، في نسبة التغير. فإداني تكلفة الوحدات المتاحة للبيع 115,000 في المدخل الكلي، 192,000 في المدخل اللي هو المتغير. هنضيف عليهم الآن التكاليف التسويقية، 20,000 في المدخل الكلي، فيه نسبة المتغير 90,000، ففي المدخل المتغير حتيجي عندي 18,000. الآن اللي هو مجموع التكاليف المبيعات اللي هو الجزء الصناعي والجزء التسويقي، نجمعهم مع بعض بدوني في المدخل الكلي 135,000، وفي المدخل المتغير 110,000. هنجيب الآن مجمل الربح أو هامش المساهمة. في المدخل الكلي بنسميه مجمل الربح، حيكون عبارة عن 180,000 الإيرادات ناقص 135,000 التكاليف، هتطلع عندي مجمل الربح 45,000. في المدخل المتغير حنطرح 180,000 الإيرادات، حنطرح منها 110,000 المتغير، حيكون عندي اللي هو هامش المساهمة 70,000. حنطرح الآن الجزء الأعباء الأخرى اللي هي التكاليف الإدارية والتمويلية، 5,000 إدارية و1,000 تمويلية. حتطرح التكاليف الإدارية والتمويلية في المدخلين، المدخل الكلي والمدخل المتغير. بس في المدخل المتغير في أعباء أخرى حنطرحها زي ما احنا حنشوف، اللي هي الجزء الثابت من التكاليف الصناعية والجزء الثابت من التكاليف التسويقية، مش ظاهر عندنا هنا بشكل كويس، فيديني صافي الدخل التشغيلي، حيديني صافي الدخل التشغيلي. صافي الدخل التشغيلي، وهيك بنكون وصلنا لنهاية اللي هو مدخل التكاليف المتغيرة، وشفنا المثالين اللي عندنا، وبنكون هيك خلصنا المدخل الثالث، وبنكون خلصنا المدخل الكلي، المدخل المباشر، المدخل اللي هو المتغير. طبعا حيفضل عندنا اللي هو المدخل المستغل، واحنا طبعا هان لأنه المدخل هنا فيه شوية صعوبة، وبالتالي ممكن نعمل عنا إرباك ومش سهل نستوعبه بسهولة، وأساسا الشركات ما بتطبقوش لأنه في صعوبة في حساب الجزء المستغل من كل شغلة في التكاليف المباشرة في التكاليف الثابتة، فإحنا مش هندخله ضمن المساق هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.